مساحة جديدة من برنامج لايف تأتيكم من 218 نيوز. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ونناقش فيها لهذا اليوم. اجتماع مرتقب لدول جوار ليبيا برعاية إيطالية. أيضا نناقش في لايف. العفو الدولية تتهم إيطاليا وليبيا بانتهاك حقوق المهاجرين. في الجزء الأخير من لايف نناقش أيضا. اتهام لأمن البيضاء بعرقلة اعتصام المعلمين و218 تفتح حق الرد. أهلا بكم. إذن أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده تعمل على عودة الاستقرار داخل ليبيا من أجل استئناف العملية السياسية، وخلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية في النواب وشيوخ الأربعاء أعلن دي مايو عن تنظيم اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا على هامش منتدى الحوار المتوسطي في 5 ديسمبر المقبل، موضحا أن بلاده تعمل على خطين هما تخفيف حدة الصراع لوقف إطلاق النار، وكذلك استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة وقيادة مبعوثها الأممي غسان سلامة. سيد عبد العظيم البشتي المهتم بالشأن العام ينضم إلينا، وكذلك السيد فيصل برايق المهتم بالشأن العام ينضم إلينا من طبرق مباشرة. أبدأ معك سيد البشتي قبل أن نتحول إلى أبو الرايق. سيد البشتي، ليس بغريب الحديث عن إيطاليا وتدخلاتها المستمرة وحديثها المستمر عن ليبيا، لا سيما وأنها وصفت بأنها ترى في نفسها بأنها هي الوصية على الملف الليبي. الآن قبل الحديث عن مؤتمر برلين المرتقب الذي لم يحدد بعد، تبدأ إيطاليا من جديد في الحديث عن العملية السياسية. كيف ننظر إلى هذا الحديث من ناحية أن إيطاليا متهمة هي الأول والأساس بالتدخل في الشأن الليبي وعرقلة الجهود التسوية، وكذلك بأن هناك من يقول بأنها يعني هي من ترى بأنها الوصي على ليبيا؟ والسؤال الأبرز، ما الذي تريده إيطاليا من ليبيا؟ شكرا لكم محمد على الاستضافة، وتحية لكم لمشاهديكم الكرام. بداية من حيث نبدأ، نحن لسنا ضد أي محاولات المساعدة في خروجنا من أزمتنا، هذا يعتبر خطوة إيجابية، ولكن للتخصيص الحكومة الإيطالية زي ما كما قلت أخي محمد بدأ اللعب فورا وقامت بمحاولة لجمع الأطراف في إيطاليا وفشلت، وبالتالي أنا أرى أن هذا التوقيت غير ملائم. أنا لا، أولا أنا ليست لدي حقيقة ثقة في هذا النظام الشعبوي، ليست لدي ثقة يعني فعلا في نواياهم، وثانيا وهو الأهم أننا نمر نمرون في محاولة تبذلها السيدة أنجيلا ميركل، والتي الحقيقة أرى في خطوتها منطقية كبيرة وفي جهودها منطقية كبيرة، وبدايتها كانت موفقة في محاولة فعلا جمع كل خاصة الأطراف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، هي الذين حاولت أساسا أن ترى أن التوافق بينهم سيسهل لاحقا في الخروج من الأزمة باتفاق مع تدخل هذه الأطراف، وعندها سيكونوا ضاغطين من أجل إيجاد الحل. سيدة أنجيلا ميركل فعلا نواياها أراها صادقة، وبالتالي أرى في هذا التدخل من الإيطاليين تشويشا على محاولة ميركل، وكما قلت ربما يعتقدون الإيطاليين يعتقدون أنها لا زالت لدينا بيننا وبينهم علاقات الاستعمار القديمة، وهذا مرفوض طبعا، ولكن من حيث المبدا انا ارى ان هذه الخطوه الان في هذا التوقيت غير ملائمه، ويجب ان ترفع فعلا، لان ما اظن في محاوله السيده ميركل والتي اراها يعني ربما او في ارجحيه كبيره ان تحظى بقدر من التوفيق، خاصه فان ان امريكا ان الرئيس ترامب والرئيس بوتين طالب في لقاءات مع ميركل بوقف هذه الحرب،
وهذا بداية موثقة أن هذه الأتراك تطالب بوقف الحرب، لأن بعضها كان يدعم الحرب ويضمن إن شاء الله نجاح المؤتمر برلين مهما كان حتى في الحد الأدنى، ونحن لن نطمح كثير، ولكن هذه الجهود أنا أرى في أحد كبير أن السيدة ميركل تنجح إلى من الأطراف وتقديم التنازلات المتبادلة والوصول إلى حل معقول نبدأ منه في مضي رحلتنا وطريقنا السياسي التي سيكون صعبا دون شك، ولكننا خطوة تلو خطوة سنتمكن من حل مشاكلنا طالما صفت النوايا وطالما اعتبرنا أن البلد للجميع وليس لأحد الحق في اتخاذ القرار بمفرده. الحوار بين الأطراف المتصارعة هو الوحدة والكفيل بإنجاز الأزمة المالية التي طالت وطالت يعني. هناك من يقول سيد البشتي بأن كلما تدخلت إيطاليا في الشأن الليبي كلما زاد الأمر تعقيدا. يعني أنا أتفق، أنا طبعا لم أكن مع لدي موقف خاص من الحكومة الإيطالية، لكن الآن فعلا اتضح أن محاولتها الآن أو فكرتها الآن هي لا تعدل أن تكون محاولة تخريب محاولة الحل الجادة التي تقترحها السيدة ميركل دخولها في هذا الوقت، فعلا يعني يجعلنا نشكك في نواياهم ويجعلنا نتأكد أو على الأقل نشعر أنها فعلا تحاول إعاقة الحل وتحاول تخريب إمكانية الحل الحقيقي. لأن ما معنى هذا التوقيت؟ يعني هم الإيطاليون يعرفون أن السيدة ميركل ما سوف نبدأ به في محاولة ترتيب الملائمة، وهي لا تريد أن تتسرع وتحاسب من النجاح لهذا المؤتمر، وكما قلت يعني اتصلت يعني وكان بشرطها أو كانت محاولة الأولى هي محاولة إجعال الاتفاق ما بين الدول المتلاحمة، وهذه خطوة مهمة لأنها وحدها تمكننا من مساحة لو وصلنا إلى الحل فتكون هذه الدول ضامنة لدفع الأطراف إلى التزام بما يتم الاتفاق عليه، وتكون عندها قدرة على الضغط على كل الأطراف لنجاح المساعي من أجل الوصول إلى حل مناسب ومقبول لدى الليبيين. نعم الإيطاليين الآن تدخلهم الآن يعني يجعلنا نشك في نواياهم للأسف الشديد يعني. سيد فيصل أبو الرايق المهتم بالشأن العام ينضم إلينا من طبرق. سيد فيصل نرحب بك معنا في حلقة لايف وشكرا جزيلا لوجودك في هذه المساحة. يعني كيف تنظر إلى هذا الحديث خاصة من الجانب الإيطالي عن أنه لابد من إيقاف القتال، لابد من العودة إلى العملية السياسية، خاصة وأن إيطاليا وضعت تحتها ليس خطين فقط وإنما 10 خطوط حمراء بالنسبة لوجودها في السابق على مدار 3 سنوات السابقة بالتحديد وتزايد حدة دخولها في الشأن الليبي، وهذا ما جعل بأن الكثير من المهتمين والمراقبين وحتى السياسيين ينظرون إليها كونها يعني تزيد في الأمور تعقيدا داخل الوطن الواحد دعنا نقول في ليبيا. نعم، بداية مساء الخير، الشكر لضيفك الكريم وكذلك للقناة وأيضا للمتابعين الكرام. نعم، في قراءة واقعية للموقف الإيطالي نجد بأنه ذات الموقف الذي يستخدم في المرة عندما يتم إعلان على اجتماع يخص للأسف ما يعرف في الحالة الليبية، نجد الإيطاليين يتحركون في مسارات سلبية في مسارات سنوية وفي جيوب داخلية لمحاولة لفت الأنظار والتشويش على الملتقيات التي قد تكون مفيدة للحالة الليبية. طيب، البعض يسأل هل هناك مؤشرات على مثل هذا الفعل الإيطالي؟ نعم، هناك العديد من المؤشرات التي تصرفت بها إيطاليا مثل هذا التصرف الأرعن وحشر أنفها في الدولة الليبية وفي الشؤون الداخلية بشكل مؤسف في محاولة استمرار حالة الانقسام واستمرار حالة التمزيق ليتم لها الحفاظ على مصالحها في تلك الرقعة الجغرافية العزيزة علينا في الغرب الليبي. إذن الموقف الإيطالي جربناه في لقاءات باريس وجربناه في لقاءات أبوظبي، كان سرعان ما يتم التحرك الإيطالي لمحاولة ضرب هذه التفاهمات أو قاعدة المشتركة ما بين الليبيين لمحاولة تفتيتها ضمن سياسة تفرق التسد،
وبالتالي هذا التحرك الإطاري ألقى بظلالة وأكد كثير من الشبهات التي أكدتها الشواهد. الإيطاليين يتحدث عبر الكثير من المنابر الأوروبية على كافة المستويات من المسؤولين في الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي إلى وزارة الدفاع إلى قيادة الحكومة إلى وزارة الداخلية التي عبروا بها بين مزدوجين بأن قيادة ليبيا لنا، تحدثوا بهذا الاسم. إذا تحدثوا عن ماكرون الرئيس الفرنسي الذي رأوا فيه بأنه هو الصديق اللدود لهم بأنه هو صارخ خياراتهم بالليبيا. نجد الإيطاليين الآن يعملوا على تراكم الأزمات مع أوروبا القديمة مع الألمان، عندما رأوا بأن تحرك أنجيلا ميركل في شهر أغسطس الماضي بعد أن حظيت بمباركة الولايات المتحدة وبمباركة القوى الصاعدة من الإقليمية إلى الدولية الروسية، بأن من الممكن الانخراط في الحالة وإيجاد قاعدة مشتركة من التفاهمات ومن ذهب إلى الخارطة السياسية. أخطأوا الإيطاليين بأن هذا سوف يقوض مصالحهم ويقوض ما يعرف كوارتر سبودا، الضفة الرابع، الشطر الرابع للطموحات الإيطاليين لما تعرف بها تطلعات جيوسياسية متعلقة بالأمور الاقتصادية. إذا التحرك الهدام لو شاء التوصيف للإيطاليين هو يعمل في اتجاه التعميق، يعمل في اتجاه أحداث الشرف داخل الحالة الليبية. لو رأينا منطلقات السياسة الخارجية، نحن هنا نتحدث كسياسيين ومطلعين ومتابعين منطلقات السياسة الخارجية للدولة الإيطالية، لو شاءت عليها نرى بأن عملاق الطاقة إيني هو من يمثل رافعة الاقتصاد بالنسبة للدولة الإيطالية، وبالتالي حجم التبادلات الاقتصادية ما بين الدولة الليبية وإيطاليا حتى ثورة فبراير التي تقارب في تلك الفترة 25 مليار. إذا حجم التبادل من خلال عملاق الطاقة إيني وبعض المشاريع في البنية التحتية يأتي الرافعة الأولى، ثم يأتي الملف الثاني وهو المهم وهو الهجرة غير الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وبما عرفت العمليات التي تقوم بها إيطاليا مع حكومة الاتحاد. يأتي الرافعة الثالثة للمصالح الإيطالية، يأتي مشروع يعرف بمكافحة الإرهاب والذي لا يمكن يتم إلا من خلال حكومة الوفاق. إذا هذا ما يعرف باكيج هو حزمة التحرك الإيطالي في الدولة الليبية ضمن هذه المحددات الأربعة للتحرك في الحالة الليبية. الإيطاليين رأوا في الفرنسيين بأنهم هم متقدمين عليهم خطوات إلى الأمام بعد تدخلهم في 2011، الآن يحاولوا أيضا أن يقوضوا تحرك المستشارة ميركل وأن يشغلوا هذه التفاهمات المحتملة بين مزدوجين في ديسمبر الماضي بهذا التحرك الثانوي الذي اعتبره يعمق الخلافات ولا يسعى إلى بناء الثقة وإعادة الاستقرار إلى ليبيا. نعم، ذكرت هنا نقطة، الحراك الفرنسي بالتحديد، وأنا كنت أريد أن أسأل عن هذا الموضوع. يعني لا يمكن إغفال التحركات الفرنسية، بمعنى أن خلال السنوات الماضية ما قبل 4 أبريل بالتحديد كان هناك حراك إيطالي وزيه حراك فرنسي، وهذا ما قيل بأنه قد زاد الأمر اشتعالا في, 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 في ليبيا. الآن قبل الحديث عن مؤتمر برلين المقبل، يعني دعنا نتكهن في حال لو أن مؤتمر برلين صار وبدأوا في التحضير له، يعني والآن إيطاليا تتحدث عن حل سياسي آخر أو مؤتمر آخر مرتقب أو اجتماع مرتقب، هل سنرى تحركا فرنسيا يوازي هذا التحرك الإيطالي؟ أعتقد بأن الفرنسيين هم أكثر رسانة وأكثر هدوءا، وبالتالي مهندس التحرك في الجامعة الليبي وهو السيد لودريان الماسك بملف الخارجية، والقادم من الخلفيات الأمنية، قادم من البعد الأمني والاستخباراتي، وبالتالي المصالح الجيوسياسية للفرنسيين عبر الإطلالة على أفريقيا من خلال ليبيا من خلال البلكون الليبي يقدم حجم التحركات وحجم المخاطر، ولا يرى في أن يدخل في صراعات مع ألمانيا قد تكون مجدية
الفرنسيين اكثر نفوذا، الفرنسيين اكثر فعلا، الفرنسيين صاحبين حق النقد في مجلس الامن، وبالتالي هم الماسكين بخيوط اللعبه في الحاله الليبيه بحكم التماهي والانسجام والتناغم مع القوات المسلحه في مشروع مهم وهو مشروع مكافحه الارهاب. الفرنسيين يرون في عمليه صرفان التي تم اطلاقها في الصحراء والصحراء جنوب ليبي هي عمليه استخباراتيه امنيه لمكافحه بوكو حرام وداعش والقاعده ووقعهم بالدم، وبالتالي البعد الامني المضاف الى السياسه يعني المصلحه مختلفه يحظى بدعم دولي، وبالتالي الفرنسيين هم اكثر فعلا واكثر تاثيرا، ولن يجدوا انفسهم منخرطين في صراع ثانوي مع الالمان، اعتقد ليس في صالح الجميع. يعني المصلحه مختلفه سيد بن رايق بالنسبه للفرنسيين خلافا لمصلحه ايطاليا. الفرنسيين ينظرون في هذا الملف بانه يحتاج الى حل من ناحيه مكافحه الارهاب وكذلك الهجره ودعم القوات المسلحه في مكافحه الارهاب، بينما ايطاليا نظرتها تختلف. في تصوري بان التحرك الفرنسي ياتي ضمن في المقاربات الامنيه، ويروا في ليبيا كرقعه الشطرنج، الرقعه الاولى في الشطرنج لتحرك الجماعات المتشدده والجماعات المتسلحه التي جاءت لتحرك بين مزدوجين حركات عبر الربيع العربي. الفرنسيين تحركوا في ضمن المقاربه الامنيه في تونس عبر عمليه عين ميناس، يتحركوا في تشاد، يتحركوا في بوركينا فاسو، يتحركوا في مالي، في موريتانيا. اذا المقاربه الامنيه للتحرك الفرنسي ياتي ضمن اولوياتها، ثم ياتي عمليه اعاده الثقه من خلال عمليه سياسيه. هل هذا الحديث موجود؟ نعم موجود، ضمن يعرف في الكونكريت الحقائق التي اطلقها الرئيس ماكرون ضمن المبادرات باريس 1 وباريس 2. اذا المقاربات من باكيج وحزمه واحده تاتي ضمن الرؤيه الفرنسيه للحاله الليبيه. طيب ابقى معي ساعود اليك السيد ابو الرايقه. السيد البشتي، ما بدا تاثير مثل هكذا ملتقيات سواء كانت من الجانب الايطالي او حتى ان خرجت فرنسا من جديد وبادرت على مؤتمر برلين بالتحديد؟ انا اعتقد ستساهم بالتكثيف، ولكنها لن تلغي الخط الاساسي للحديث في موضوع السيده ميركل. يعني انا اعتقد انه ذلك هو الخط الاساسي لمحاوله حل الازمه الليبيه. وكما قلت يعني نحن جربنا الايطاليين وجربنا الفرنسيون وقد تم فشلوا لعدم اعدادهم الجيد او فشلوا لظروف موضوعيه، هذا لا يمكن الجزم به، ولكن في كل الاحوال هم جربوا. والنظره الى ليبيا باعتبارها مستعمرات قديمه يعني هذا يجب ان يخرج من هذا الفكر، هذه الفكره، وايضا لا يجب ان يكون تحركهم يعني انهم عندما يساهم احدهما في حل المسلحيه حيكون له موت قدم اكبر من هذا. يعني نحن نرفض هذا المنطق اصلا، نحن نعتبرهم دول جنوب القاره الاوروبيه وقد يتاثرون بالاوضاع في ليبيا دون شك، وفتحنا الباب سابقا لمبادرات الفرنسيه ومبادرات الايطاليه، ولكن يعني جرب وفشلوا. وبالتالي انا كما قلت يعني انا استهزئ تماما يعني فكره الايطاليين الان وتدخلهم الان، وهم يرون ويعلمون ان ثمه جهود تبذل منذ فتره على وباشراف يعني تحت مسؤوليه السيد الشيخ، وايضا السيد غسان سلامه يتحول مع هذا الامر وينسق مع السيده ميركل ويتابع هذا الموضوع، وبالتالي تدخلهم لا يعني الا محاوله لاثبات الوجود وربما محاوله لزعزعه امكانيه الحل عن طريق ما يربما في اطار المنافسات، ولكن اعتقد ان يهتم احد لهذه المطالبه من قبل ايطاليا، ولا اعتقد حتى السيد غسان سلامه لن يلتفت الى هذا الامر. محاوله الان الاجتماع ببعض الاطراف كما قالوا لن يكون يعني له القيمه الكبيره والمجديه كما ما اعتقده ان ينتظرنا في مؤتمر برلين. هم يحاولون وثمه من يعني تحاول جمع الدول المطله على يعني دول جوار ليبيا تحاول من خلالهم، وكما شفت مجهود
له طموحات فرديه تتعلق بايطاليا شخصيا ولا تتعلق فعلا بحلزم المليبيه، وبالتالي انا لا ارى امكانيه لنجاح مثل هذه المحاولات، ولكن لن يمنع لن يتمكن احد من منع الايطاليين، بالعكس كله يعني ممكن ربما اي احد يجرب يعني ان نجحت ربما تنجح هذه المحاوله، ولكن انا اراها في اطار التشويش وفي اطار الصراع الاوروبي وفي اطار التشويش على مبادره السيده ميركل التي اتوقع لها القدر الكبير من النجاح. نعم، ابقى معي السيد البشتي وكذلك السيد بوريغا. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود لنقاش حول الجزئية الأخرى من حلقة لايف لهذا اليوم، وهو الاتهامات التي وجهت إلى إيطاليا وليبيا أيضا باختراقهما للقانون الإنساني تجاه المهاجرين، إجبارهم على الرجوع بالقوة من خلال البحر المتوسط، وكذلك العديد من التفاصيل حول هذا الموضوع. فاصل قصير ومن ثم نعود للنقاش حوله. أهلا بكم من جديد. رفعت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية حول انتهاكات ليبيا ضد المهاجرين أثناء عملياتها في البحر المتوسط، وكذلك إعادة المهاجرين باستخدام القوة، واتهمت إيطاليا أيضا بالتواطؤ في تلك الانتهاكات. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام الذي يتحدث عن الانتهاكات التي صدرت بحق المهاجرين من قبل إيطاليا وليبيا بحسب منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش، ومن ثم نعود لنقاش حول هذا الموضوع. مرة أخرى ورغم كل دعايات الفضفاضة التي تنتهجها إيطاليا حول احترامها لحقوق الإنسان مع المهاجرين، إلا أنها ظهرت من جديد في قضية تقدمت بها منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس واتش بالإدعاء أن إيطاليا قد خرقت التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال تعاون مع ليبيا لتمكين خفر السواحل مع اعتراض الأشخاص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا. القضية التي قدمت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركزت على أحداث 6 من نوفمبر 2017، عندما تعرض زورق يحمل نحو 150 مهاجرا غير قانوني للغرق داخل المياه الدولية بعد محاولة سفينة لمنظمة سي ووتش غير الحكومية إنقاذهم، غير أنه وبعد وصول خفر السواحل الليبي على متن قارب تبرعت به إيطاليا، تعرض طاقم سي ووتش 3 لرمي الأشياء والرماية العشوائية والتهديد بعدم إنقاذ المهاجرين من البحر. أما خفر السواحل الإيطالي فقد وقف مكتوف الأيدي ولم يتدخل، رغم أن المهاجرين كانوا قريبين للغاية من حدود مياهها الإقليمية، وتمكن خفر السواحل الليبي من إعادة 47 مهاجرا، فيما نجا 15 منهم ووصلوا إلى إيطاليا، وقتل أكثر من 90 مهاجرا من ضمنهم طفلان وخمس نساء حوامل. وفي عام 2012 وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصدرت حكمها في قضية هيرسي جاما وآخرون ضد إيطاليا أن ممارسة إيطاليا لاعتراض المهاجرين في البحر وإجبارهم على العودة إلى ليبيا قد انتهكت الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك منع إعادة الأشخاص إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان. وتمكنت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى ليبيا، مدينين الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص تعاون إيطاليا مع ليبيا ودعمها بطرق أدت إلى إطالة أمد أزمة الهجرة، إضافة للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. رغم إدراكها التام للوضع، فقد قدمت إيطاليا مع غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعم للسلطات الليبية من أجل احتواء المهاجرين في ليبيا دون الالتفات لتدابير منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فيما تسعى المنظمتان إلى أن توفر هذه القضية فرصة حاسمة لضمان المساءلة بموجب الاتفاقيات الأوروبية عن دور إيطاليا الكبير في تشكيل سياسة الحدود والحد من الهجرة في ليبيا. لازال السيد عبد العظيم البشتي المهتم بالشأن العام موجود معنا، وكذلك السيد بوريغا
المهتم بالشرعنام أيضا موجود معنا. الآن أتحول إلى السيد أبو عجيلة العلاقي المستشار القانوني للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان. ملف شائك صراحة هو ملف المهاجرين منذ سنوات يتم متابعته، هناك اتهامات توجه إلى إيطاليا وليبيا وعديد من المنظمات الأخرى بانتهاك لحقوق الإنسان. ما ذكر في التقرير جزء بسيط ويسير، وما وجد في المتوسط وما خفي فيه يعد أعظم. هناك انتهاكات يعني وصلت إلى حد القتل، إلى حد الاتجار، إلى حد الاغتصاب، سواء كانت في ليبيا في داخل مراكز الإيواء أو أيضا في البحر المتوسط، منظمات خفية تقوم بما لم يقم به أي أحد من قبلها. كيف تابعتم أنتم هذا الملف؟ كذلك هذه الاتهامات التي وجهت إلى إيطاليا وليبيا، ما هي الصيغة القانونية التي سوف تتخذ تجاه ما يحدث خلال هذا الموضوع؟ أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية طيبة لك ولكل العاملين بقناة 2018. أنا سوف تكون مداخلتي حول على الأقل متابعة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، هي إحدى المنظمات الوطنية العاملة بشأن معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا. والمنظمة الليبية لحقوق الإنسان تابعت هذا الملف منذ زمن طويل، أو منذ بداية وتدفق المهاجرين بعد أحداث 2011. حقيقة خطوة هامة جدا قامت بها المنظمة العفو الدولية والمنظمة برفع دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية في انتهاكات بحقوق المهاجرين، ولكن هذه الانتهاكات في كانت في القضية التي منعت فيها إيطاليا استيعاب المهاجرين أو منعهم من الوصول إلى إيطاليا وإرجاعهم من حيث القتل وإعادتهم إلى ليبيا، وكان محل سجاء في عام 2017 بالاتفاق مع بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وبالاتفاق مع السلطات الليبية في بعض الشأن. حقيقة من متابعات المنظمة الليبية على الأقل لحقوق الإنسان، هذا حجم الانتهاكات لا يخفى على أحد، و حاليا ملف معاناة المهاجرين وحقوق الإنسان في شأنهم ومعاناتهم سواء كانوا في مراكز الإيواء أو في رحلتهم من بلدانهم إلى دخولهم إلى ليبيا، ومن ليبيا انطلاقهم إلى حيث هم ينوون، معاناة شديدة جدا وتابعناها بالوثائق وبالصور نحن وصحبة أو مع زملة من المنظمات العاملة في هذا الشأن، مع منظمات دولية ومنظمات محلية. وحقيقة حاليا اعتقادي أنه موضوع الانتهاكات أو موضوع ملف المهاجرين أصبح على الأقل أرضية. كانت 2015 كانت 2016 و2015 ومطلع أو نصف 2017 كانت هذه هي السنوات القاسية جدا على موضوع المهاجرين، لأن حقيقة في ليبيا كان الوضع الأمني خش وكانت السلطات لا تستطيع أن تفعل شيء، و تشهد فيها شيء أصعب من أنك أنت تمسك انتهاكات حقوق الإنسان المهاجرين، وصل إلى ثقافة الاتجار بالبشر ودخول منظمات دولية ومنظمات محلية على الخط لتمت المتاجرة بهذه الشخصيات وهذه الأشياء داخل ليبيا وخارج ليبيا. هذا عموما في هذا الملف. قضائيا حقيقة في ليبيا لا تستطيع غالبا المنظمات هي تتابع ولا تستطيع انها تحرك ساكن، لانها يعني القضاء الوطني يعني مكبل انك انت لا تستطيع انك تقدم دعوه جنائيه متكامله باركان وتتابع وينظر لها، انما اتجاه اتجاه الهومن رايتس ووتش والعفو الدوليه للمحكمه الاوروبيه كان اتجاه صحيح، لان المسؤوليه ليست على السلطات الليبيه حقيقه. نعم. السلطات الليبيه ليست المسؤوله الوحيده على هذه الانتهاكات، انما الدعوه المتحده للدعم كذلك مسؤوله، وكذلك الاتحاد الاوروبي مسؤول، وكذلك المنظمه الدوليه للهجره الاي او ام وهي دائما تتواجد في ليبيا وتتابع مراكز الاحتجاج وتقوم
بكل ما يجب ان يقوم يجب ان تقوم به، ولكنها كل الاعمال التي تقوم بها لم تكن حقيقه او لم تحد من هذه الانتهاكات التي من ناحيه يجب. ماذا مسؤوله هذه الجهات التي ذكرتها سيد العلاقي، اعذرني على المقاطعه، بعثه الامم المتحده والاتحاد الاوروبي، يعني كيف بالتحديد مسؤوله؟ هل هي مشاركه في هذه الانتهاكات؟ يعني لم تصدر مثلا اي قوانين رادعه او اي افعال رادعه ضد هذه الانتهاكات ام ماذا؟ اولا انا المنظومه الوطنيه نحن لدينا حقيقه جهاز مكافحه الهجره، ولدينا قانون رقم 19 لسنه 2010 هو يعمل بشان مكافحه الهجره ويضع كل الضوابط، ونحن يعني اي كان يدخل الاراضي الليبيه بتصريح من السلطات المختصه فهو مهاجر، وكذلك وقعت الحكومه النفاق او المجلس الرئاسي مذكره تفاهم مع ملاحظاتنا الشديده عليها في جون 2017، وكذلك طبعا لدينا قانون اللي هو 6/1980 وهو اختص بالدخول الى ليبيا. مبدئيا هنا الجانب القانوني على الاقل الحكومه الليبيه قامت بجزء من رسميه او هي لها منظومه قانونيه في هذا الشان. انما الاتفاقيات الدوليه والاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان بحمايه حقوق الانسان وكل الدول التي تستقبل المهاجرين وقع على اتفاقيه 51 بشان اللاجئين او بشان اللجوء، وهي تعلم ان الاوضاع في ليبيا اوضاع سيئه وان السلطات الليبيه حلف الناتو في 2011 دمر كل اجهزتها الدفاعيه وقواتها التي قد او ممكن تحمي لها الحدود وتمنع تدفق هؤلاء المهاجرين، ولذلك يعلمون اجهزتهم ان الوضع في ليبيا وضع صعب جدا بلاد واسعه وبتفاصيلها، فلن يقوموا بخطوات حتى كل الندوات والمؤتمرات التي تعقد فهي دائما تقول معالجه هذه المشكله يبدا من السبب من بلاد المصدر، لم تكن فيها اي معالجه المعالجات في بلاد المصدر، وتعلم ان هؤلاء المهاجرين يتدفقوا من اليابيس الى البترول الى الشويرس الى ويوزعوا لكل ليبيا، وهذا بمعرفه مافيات اشتغل في هذا الشأن. لا يخفى على السياسيين والمحللين والعاملين في الاتحاد الاوروبي البعثه الامميه في 2018 كان تقرير انا طلعت عليه بالكامل، هو اداره السلطات الليبيه وعرض مأساة المهاجرين وتعذيبهم والاغتصاب الذي حدث لهم في ليبيا، ولم تتعرض الجهود التي تقوم بها السلطات الليبيه لان هذا الملف مكلف، انت تستقبل الاف بل مئات الالاف وعليك ان تضعهم في مراكز احتجاز يعني توفر لهم الاكل والغذاء والملبس وهذه التفاصيل، فالسلطات الليبيه في ذلك الوقت وفي هذه السنوات التي تفاقمت فيها الظاهره هي عاجزه حقيقه حتى على دفع مرتبات الليبيين في داخل ليبيا وحتى العمل بتوفير الاستفادات الاساسيه للمواطنين ما بالك يعني. فجهاز مكافحه الهجره بات ضعيفا ولا يتمكن في رجال الامن حتى من العمل في هذا الشان. نعم، سيد ابو عجيله العلاقي المستشار القانوني للمنظمه الليبيه لحقوق الانسان، اشكرك جزيل الشكر على وجودك في هذه الجزئيه. قبل ان نتحول الى البشتي، سيد فيصل ابو الرايقه اذا كنت تسمعني جيدا الان، نتحدث هنا عن مشكله لا زالت قائمه، هي مشكله انتهاك حقوق الانسان بالنسبه للمهاجرين بالتحديد. المهاجرين الان يعني اصبحوا بين نارين، نار ليبيا التي تشهد نزاع مسلح وغياب للامن، وكذلك عدد من الجهات التي استغلت فرصة غياب الأمن واستغلت هؤلاء المهاجرين، وكذلك اتهامات وجهت لدولة مثل إيطاليا، دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، عضو في مجلس الأمن. هذه الاتهامات تعتبر خطيرة جدا كوننا هي جهة حكومية. نظرتكم إلى إيطاليا بالتحديد ومن ثم أيضا إلى ليبيا، والحديث داخل أروقة مجلس الأمن يقولون بأنهم سوف يدعمون ليبيا وإيطاليا في مسألة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، إلى أين سيذهب مجلس الأمن إذا؟ نعم، في تصوري بأن الهجرة غير الشرعية كانت عدة
الاتفاقات كانت ابرزها اتفاقيه اغسطس 2008 التي وقعها النظام السابق مع الحكومه الايطاليه برلسكوني، التي تاتي ضمن اقامه مشاريع في الدول المصدره للشرعيه ومرورهم بليبيا الى البحر الى الشاطئ الاوروبي البحث عن العيش الكريم. في تصوري بان ابرز ما قيل في الهجره غير الشرعيه او الحاله الماساويه التي يمرون بها هي كانت تقارير الامم المتحده ومجلس الامن من خلال بين مزدوجين لجنه الخبراء. في ليبيا مر المهاجرين بليبيا مروا بظروف فنيه من حيث حالات الاغتصاب التي ذكرتها التقارير التي تعرضوا اليها، ايضا حاله العنف الجسدي، حاله الاكثر تطرفا وهي حاله العنف الجنسي التي مورست معهم، ايضا استغلالهم من قبل بعض الاطراف في عمليه الصراع الان التي دائره في طرابلس، استخدامهم من قبل المجلس الرئاسي في عمليه مواجهه القوات المسلحه عبر امدادهم بالسلاح كانت واضحه، وكانت ابرز حاله له هو مقر لهؤلاء اللاجئين عند ما وضعت فيه وضعت اماكن للاسلحه واماكن للذخيره عبر استخدامهم كدوء. الايطاليين ايضا شاركوا وساهموا في هذا الملف عبر التواصل المباشر مع قاده بعض الميليشيات التي متهمه وحسب قرارات مجلس الامن اسم وان عندهم عقوبات عبر البيجا. الايطاليين تعاملوا معهم مع قاده الميليشيات مع امراء الحرب الذين اثروا بمبالغ بملايين الدولارات وتعاملوا معهم عبر السلوك خارج اطار الدوله عبر سلوك جانبي انتهك الامن القومي للدوله الليبيه وانتهك الدوله الليبيه عبر التواصل معهم ومحاوله اعطائهم الاموال للايهام ان هؤلاء قادرين على وقف الهجره فيما هم المنخرطين اصلا في التصدير. الاتحاد الاوروبي قام بعمليه صوفيا التي وجدت في البحر المتوسط لايقاف الهجره غير الشرعيه ايضا والتعامل الانساني معهم عبر هذه القوة. نعم. وهناك الحديث الان من خلال السيده موغيني بان ممكن اعاده تفعيل هذه القوة لمنع المهاجرين وايجاد الاماكن الملائمه لهم ثم اعاده تسفيرهم واعادتهم الى بلدانهم. نعم. طيب شكرا جزيلا لك سيد فيصل ابو راقه. اعذرني فقط نظرا لضيق الوقت نتحول الى الجزئيه الاخيره، ولكن قبلها اعود اليك سيد البشتي في عجاله فقط قبل ان نتحول الى الجزئيه الاخيره. يعني الى حد الان لا يوجد حل لقضيه المهاجرين والهجره غير القانونيه. هذا التقرير او هذا الاتهام الذي بعثت به منظمه العفو الدوليه وهيومن رايتس ووتش زاد الامر تعقيدا كونه وجه الى جهه ذات سياده او جهتين ذات سياده ليبيا وايطاليا. نظرتكم الى هذه النقطه بالتحديد. باعتقاد ان الامر هذا الامر يحتاج الى حل جذري صراحه يعني. دون شك يعني ليبيا الان في ظروف استثنائيه، فوضى وانعدام امن وحروب وكذا، وليست قادره على ضبط اللسان الليبي لكي تضبط هذه الهجره الكبيره التي تتسع يوما بعد يوم. وبالتالي هذا امر يجب ان يعني تتولى فعلا الامم المتحده، خاصه ونحن دوله عبور وليس دوله مصدر. يعني نحن نجبر على دخول يعني مجبرين على دخول هؤلاء الناس غير قادرين على ردعهم. وبالتالي انا اعتقد اذا كانت دول اوروبا تريد حلا جذريا لهذه الازمه عليها ان تقوم بعمل سياسي لحدودنا الاسطوال طول حدودنا الجنوبيه كما عمل الجزائر لمنع الهجره غير الشرعيه وايقافها في بلدانها. على ان تتم ايضا هذه القاره بنيت باستعمار الدول الاستعماريه عليها الان ان تجد تفكر في قيام بمشاريع تنمويه لابقاء الناس في اماكنهم باعمال لائقه وبحياه يعني انسانيه. وبالتالي هذه مساله امميه، يجب حل فعلا ازمه هذه السيول
السيول من المهاجرين يجب إيجاد الحل الدواء الأسباب وليس التعامل مع النتائج. وعلى مستوى النتائج نحن في هذا الظرف غير قادرين على ردع هؤلاء الناس، وحتى غير قادرين على المساعدة، وأيضا حتى أن كوننا نساعد الاتفاق مع إيطاليا المساعدة في إنقاذ هؤلاء الناس ورجعهم إلى ليبيا مع الشرائط الكثيرة جدا المنتشرة في ليبيا، وانعدام وجود الإمكانيات، وجود عدم وجود القدرات على التعامل مع مثل هذه الأزمات، يعني يتعامل مع هؤلاء الناس ناس فعلا لا خبرة لهم، وربما حتى ميليشيات، وربما ناس غير قادرين على إيجاد معاملة جيدة مع هؤلاء الناس. هذا الأمر يحتاج حل جذري، بأن يقام سياج أمني في جنوب ليبيا كما قامت الجزائر بعمل سياج أمني لمنع هذه الهجرات، وثم بعد ذلك على المجتمع الدولي عموما أن يجد حل لهذه الأزمة بتوطين هؤلاء الناس عبر مشاريع تنموية. شكرا، شكرا جزيلا لك، عذرني لضيق الوقت سيد البشتي، كنت معنا من زاوية عبد العظيم البشتي، أشكرك جزيل الشكر. من جديد أهلا بكم. في حلقة الأمس مشاهدينا الكرام من برنامج لايف، كان هناك لقاء مع عبد النبي النف النقيب العام للمعلمين في ليبيا، وقال بأن الأمن في البيضة بالتحديد حاول فض اعتصام للمعلمين أمام وزارة التعليم. في حلقة اليوم نعطي حق الرد للسيد العقيد خالد البسطة مدير مديرية أمن البيضة ليوضح لنا ملابسات ما حدث في هذا الاعتصام، ولكن دعونا نتابع جزءا من حديث السيد النف حول فض الاعتصام، ومن بعدها نعطي المجال لك سيد خالد البسطة، أنت معنا على الهواء مباشرة، يا ريت تسمع معنا ما تحدث به عبد النبي النف في حلقة لايف بالأمس. طبعا كانت لدينا عدة وقفات في مدينة تبرق، مدينة دار السلام، وأيضا في مدينة درنة، وفي مدينة شحات، وفي مدينة بنغازي عاصمة الشرق، وفي جدابية. حقيقة قوبلنا بكل ترحاب وبرحابة صدر وباحترام وبتقدير، لكن ما حدث في مدينة البيضاء اليوم شيء حقيقة لا يرضى عنا القريب ولا البعيد ولا العدو ولا الصديق. حقيقة اليوم ما كان لها التصرفات الرعناء اللي حصلت اليوم والغير مدروسة اللي حصلت أو صدرت من رجال الأمن منذ بداية وصول الحقيقة المعلمين، كان هناك احتقان شديد لدى أعضاء الأمن المتواجدين وعلى رأسهم السيد مديرة الأمن في البيضاء سيد خالد البسطة، اللي كنا حقيقة نعرف عنا أنه رجل صادق وأنه رجل وطني وأنه رجل يحترم المعلم ويحترم الحقوق، ولكن اليوم ما حدث اليوم تصرفات نمت عن حق الدفيع، ولا أدري هل هو يعني حقيقة هم مدفوعين دفع عظيم من أجل أن يكون هناك يعني صدام، ولكن المعلمين كانوا اليوم في المستوى. الامتهان اللي حصل اليوم للمعلمين في مدينة البيضاء حقيقة يعني لم يحدث سابقة تاريخية، لم تحدث في ليبيا ولا حتى في الشرق الليبي. نحن نعلم أن الشرق الليبي دائما متماسك وتحكمه عادات وتقاليد وأعراف. اللي حضروا اليوم سبب حكم هم طبعا المعلمين من كافة بلديات المنطقة الشرقية، من قبائل شريفة، من أصول عظيمة وقبائل شريفة، يعني لم يكن هناك بيننا من ينقص هذا المعنى أو هذا المعنى السامي إنجاز التعبير. فهم أبناء للشرق الليبي معلمين يحملون رسالة عظيمة، رسالة حملها الأنبياء، أتوا اليوم لمدينة البيضاء لكي يعبروا عن تمسككم بحقوقهم وتمترس خلفها، وأيضا إصرارهم من أجل أن تكون هناك كرامة وشرف للمعلم. قوبلوا حقيقة بهذا الاستهجان وهذه التصرفات الرعناء التي صدرت من رجال الأمن. سيد العقيد خالد البسطة مدير مديرية أمن البيضاء، أهلا بك، ما الذي جرى بالتحديد؟ نعم تسمعني. بسم الله الرحمن الرحيم، واضح صوته؟ نسمع فيك تمام.
واضح صوتك انت على الهواء مباشره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، واصلي افضل صلاه وازكي سلام على المعلم الاول محمد بن عبد الله رسول الانسانيه صلى الله عليه وسلم، وكان امره صريحا للملائكه والمؤمنون يصلون على نبيه والذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انني من هذا المكان ومن رحاب هذه المدينه مدينه البيضاء الزاهره الامنه اود ان انقل تقديري الخالص واعتزازي المتجدد لكل معلم 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 أينما كان وحيثما وجد، ولعلي لم ولن أنسى ما نسيت دور المعلم، وأقدر التقدير الخالص لجهوده الإيجابية المتجددة في مواجهة الأمية ومظاهر التخلف. وإنما حدث وإنما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام رجال الأمن بإهانة المعلم واعتقاله بسبب الاحتصام بسبب الاحتصام، هذا كلام مغلوط وعاري عن الصحة. وما حدث أن رجال الأمن قاموا بواجبهم لحماية المعلمين من أي اختراق قد يحدث، وأن أي تجمع غير مصرح له قد يكون هدفا لأي عمل تخريبي أو إرهابي، وإنما قلنا بواجبنا تجاه المعلم بحمايته وتوفير أمن ظاهر وغير ظاهر. وإن الذين تم ضبطهم بسبب مشاجرة مع مواطن وليس بسبب الاحتصام مثل ما روج لها، ونطالب الجميع ومن يرغب في التظاهر السلمي الالتزام بما جاء بقانون 65 لسنة 2012 بشان التظاهر السلمي وأخذ الإذن من جهات الاختصاص وعدم تهميشها، لأن في أخذ الإذن أمان وحفاظا على الأرواح والممتلكات. فليعلم الجميع لسنا طرف نزاع مع المعلم، وإنما قمنا بواجبنا فيما يخوله لنا القانون لحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة المتمثلة في وزارة التعليم ووضعنا الوزارة والخاصة. ولقد أنهوا المعلمين اعتصامهم ببيان وفي جو هادئ، وثم غادروا بعد أن وفر لهم الأمن والأمان في مدينة البيضاء. هذا ما حدث سيدي. نعم. طيب، هو هذا هو ردكم على هذه الادعاءات التي قيل بأنكم يعني تدخلتم في اعتصام المعلمين، بينما هم قالوا بأن الدستور يكفل حقهم وكذلك القانون يكفل حقهم. يعني هم دخلوا إلى الوزارة بحسب ما فهمنا إلى داخل وزارة التعليم، وبالتالي لا يمكن لأي شخص بأن يعني يقوم بأي عمل، يعني لاحظتم من أعمال تخريبية من المعلمين. هنا أعطيك المجال فقط لدقيقة قبل أن ننهي هذه الحلقة، وإذا كان لديك إضافة. يا أخي أنا أحتكم المقاطع، إذا شفت شرطي واحد قام بالاعتداء على معلم المقاطع موجودة، شوف المقاطع وشوف الأحاديث اللي تدور في المقاطع غير مطابقة لتواجد رجال الأمن. رجال الأمن موجودين على سياراتهم وموجودين في أماكن مكلفين بها، والمعلمين موجودين في ساحاتهم الموجودين فيها. ما فيش مقطع واحد يبين رجل الشرطة يتشاجر مع المعلم. أين الاعتداء الذي يروجون له؟ أما السادة المعلمين المحترمين اللي نحن لم نسجل عليهم أي شيء على أرض الواقع، ولكن سجلنا عليهم بما سمعنا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي،
حضروا امام وزاره التعليم وقاموا باعتصامهم وقاموا بإلقاء بيانهم ثم غادروا. اما الدخول داخل الوزاره او مبنى الوزاره، الوزاره موجود فيها معلمين وموجود فيها موظفين وموظفات، والدخول شوى قد يسبب لنا مشاكل، والاحتساب ليس داخل المباني يا اخي وانما يكون في السحاب. نعم. طيب شكرا، شكرا جزيلا لك سيد العميد خالد البسطة مدير مديرية أمن البيضاء. عذرنا فقط نظرا لضيق الوقت، وصلنا إلى ختام حلقة لايف لهذا اليوم. كان هذا ورد مديرية أمن البيضاء على رأسها العميد خالد البسطة حول ما حدث من إشكال يوم الأمس في اعتصام المعلمين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، في أمان الله.